لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول مسألة جديدة من مسائل فقه الخطيب والخطبة. هذه المسألة عنوانها القنوط للنوازل في الجمعة. القنوط للنوازل في الجمعة، يعني هل يجوز للخطيب أو لإمام الجمعة أن يقنط في يوم الجمعة، يعني يدعو بدعاء القنوط في يوم الجمعة؟ ودعاء القنوط هو الذي يكون بعد الركوع أو قبله، يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت صلوات الله وسلامه عليه. فهل يجوز في الجمعة أن يقنط؟ نعم. قال: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب، هذا ثابت. وعند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس قنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في الصلوات الخمس. قال: فهل الجمعة تدخل في هذا أم لا؟ لما كان بيقنط شهر، هل كان لما بتيجي الجمعة بيعتبرها زي مثل الظهر ويقوم يقنط في الجمعة أم لا؟ الجواب: قال أنه مبني على مسألة الجمعة، هل هي ظهر مقصورة أو هي صلاة مستقلة بذاتها، الخلاف المشهور ده. والأحاديث لم تشر إلى الجمعة، الأحاديث لم تشر إلى الجمعة. وقد لا يصح قياس هذه المسألة على مسألة الجمع بين الصلاتين، فالعلة موجودة في الظهر والجمعة، ولكن الجمعة تفارق الظهر بكونها فيها خطبة، والقنوط إنما هو دعاء. يقول: فلعل الأظهر أنه يكتفى بالدعاء أثناء الخطبة لحصول المقصود. الشيخ بيقول يعني لعل الأظهر أنه في الجمعة لا مش هيقنط في الصلاة، إنما يكتفى بالدعاء في الخطبة نفسها، ولا سيما أن الخطبة فيها مساحة للدعاء، فيدعو بدعائه الذي يريد في الخطبة نفسها ولا يدعو في الصلاة. قال: لكن هناك حديث رواه الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. وكلمة صلاة مكتوبة بقى تشتمل، ممكن تتضمن الجمعة. قال الهيثمي: رجاله موثقون. وقال ابن القيم في الزاد عن إسناده هذا الحديث ما نصه، عن إسناد هذا الحديث ما نصه وهذا الإسناد، وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوط هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي مكتوبة إلا دعا فيها. وقال الشافعي: حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ما علمت أحدا منهم قانت فيها، إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة، إلا أنها تكون ذكروها في قنوته في الشهر كله اللي قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قلت الشيخ الشريم: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال: ليس في الجمعة قنوط، ليس في الجمعة قنوط. قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك. وروى أيضا وروي أيضا عن جرير عن عطاء قال: قلت له: القنوط في ركعتي الجمعة؟ قال: لم أسمع بالقنوط في المكتوبة إلا في الصبح، وأنكر أن يكون في الجمعة قنوط. وقد يكون في قول يعني جرير عن عطاء نظر، لأنه بيقول لم يسمع إلا في الصبح، وقد وردت الأحاديث في غير الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس شهرا. وعند عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني أبو إسحاق قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلام، فلما خرج علي فصعد المنبر
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبي أي عمرو قم فانظر إلى أمير المؤمنين. قال فقمت فإذا هو قائم على المنبر، وإذا هو أبيض الرأس واللحية، عليه إزار ورداء، ليس عليه قميص. قال فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عنه. قلت لأبي إسحاق فهل خنت؟ قال لا. هو ده الشاهد من الحديث يعني. قلت لأبي إسحاق فهل خنت؟ قال لا. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم وطاووس قال القنوت يوم الجمعة بدعة. وروي أيضا عن مكحول أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة. وروي أيضا عن يحيى بن أبي بكير قال حدثني أبي بكير قال حدثني أبي قال أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة. وقال ابن المنذر اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكره الطائفة أو فكرها الطائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنط في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء والزهري وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق. وقال أحمد بني بنو أمية كانت تقنط. وقال أبو بكر يعني ابن المنذر رحمه الله بالقول الأول أقول، اللي هو عدم القنوط يعني عدم القنوط. خلاصة المسألة أن العلماء لهم في ذلك اختلاف، منهم من يقول بجواز القنوط في الجمعة، ومنهم من يمنع، والأكثر على يعني المنع، والأكثر على المنع. فخلاصة القول ظاهر يعني كلام العلماء والله أعلم أن عدم القنوط في الجمعة والاكتفاء بالدعاء في الصلاة في الخطبة هذا أولى، لكن لو أنه قنات فإنه قد ثبت في بعض الأخبار وعن بعض العلماء أنهم جوزوا ذلك، وعليه فيجوز عند ذلك، وإن كان الأولى أن يجعل الدعاء في خطبة الجمعة. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.